ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حد برضو يقرب من بحيرة فيها تماسيح كده؟ حد عاجل ينزل مع التماسيح؟ انت هتجنني يا راجل انت، مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ اني يا ابني انا اول مرة اشوفك دلوقتي. عم أندي بينسى يا خالي، ما ينفعش يعلمك أي حاجة عشان عنده مرض اسمه الزهايمر. أيوة، أنا فاكر إن عبدون قال لي إن عندي زهايمر، بس أنا بنسى. إيه؟ مين الزهايمر دي؟ ده مرض بيجي لكبار السن وبيخليهم ينسوا. قول كده يا شيخ، طب وليه يعمل فيا كده الراجل بتاع الزهايمر دي؟ أيوة، أنا فاكر زمان لما حد كان يحب يتعلم صيد التماسيح كنا بنعمل فيه مقلب، كنا بنلبسه لبس تمساح ونقول له اسبح مع التماسيح وهي مش هتعمل لك حاجة. ليه بتعملوا كده؟ عشان نضحك أنا وجدة، بس في الآخر كنا بنلحقه قبل ما ينزل. أنا بس عاوز نعرف دلوقتي، أنت جبت منين لبس التمساح دي؟ ده بتاعي أنا اللي اصطدته بنفسي. أنت؟ انت ما تعرفنيش، انا اندي. ايوه دي عم اندي شيخ الصيادين وصاحب الجد التمساح. ايوه واني حفيد الجد التمساح. انعم واكرم، نحن نفسنا حد يعلمنا صيد التماسيح زي زمان. معلش عم اندي خلاص عنده زهايمر. يلا بينا يا رجالة عشان نحط جلد التمساح في المخزن. انت عندك مخزن فيه جلد تمساح؟ طبعا، فيه جلود كتير مخزنها في مكان سري. ما تاخدوش في بالكم، عموندي دي عنده الزهرمر وفيه حاجات كتير بيقولها غلط. أني أسمع من زمان على المخزن الأسطوري بتاع الجد التمساح وأندي اللي مخزنين فيه 1000 جلدة وجلدة من جلد التمساح. أيوة صح، مخزن الألف جلدة وجلدة. بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ اتكل على الله. ايه دي؟ انتوا بتعملوا ايه يا مجنين؟